بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزملاء الأحباء، أبناء الأطباء، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل حلقات أمراض الطفيليات الداخلية أو البارازيتك ديزيزز إن فارم أنيمالز. Parasitic diseases in farm animals، زي ما قلنا المحاضرة الماضية، من أخطر الأمراض اللي بتصيب الحيوانات وتسبب خسائر اقتصادية ضخمة في مزارع الألبان ومزارع التسمين، هي مشاكل الطفيليات الداخلية. من السبب إن هي تسبب نقصان في الوزن، وتسبب نقصان في إنتاج اللبن، وتسبب وفيات. وبدأنا في المحاضرة الماضية بالحديث عن أمراض طفيليات اللي هي تريماتودز أو اللي هي الورقيات أو المفلطحات، ودي تشمل مرضين مهمين جدا. المرض الأول اللي هو الفاشيولياسيس أو الليفر فلوك، اتكلمنا عنه الليفر فلوك بالتفصيل المحاضرة الماضية، وبنستكمل النهاردة المرض الثاني اللي هو مرض البارم فيستومياسيس. مرض البارم فيستومياسيس أو الدودة اللي تعيش في الكرش، اسمها دودة الكرش، أو بسموها المفكوبة المخروطية أو دودة الكرش الحمراء اللي هي البارم فيستوما، دي نفس عائلة التريماتودز. المرض ده خطير جدا، بيعمل نسبة نفوق عالية، كثير من الأطباء ما بيعرفش يشخص الحالة، ولو شخص حالة أو شك إن هي بارم فيستوما ممكن يستخدم دواء مضاد للطفيليات ولكن لا يعطي نتيجة. زي ما هنشوف النهاردة إن شاء الله إن في دواء واحد فقط أو دوايين بالكتير يعني اللي هم بيأثروا على البارم فيستوما، بينما معظم أدوية الطفيليات الداخلية والخارجية لا تؤثر على دودة البارم فيستوما، وهي دي السبب إن كثير من الأطباء بينجحش في تشخيص الحالة أو علاجها صح. فلو النهاردة إن شاء الله قدرنا نطلع بملخص إن إيه هو الدواء ده، نحفظه ونعرف اسمه، المادة الفعالة فيه، وإيه أعراض المرض ده، وإزاي نفرقها بينها وبين الأمراض الأخرى. أتكلم عن المسبب المرضي والشكل الخارجي للدودة. زي ما احنا شايفين كده الدودة دي شكلها زي الكمثرى، بنقول كمثرية الشكل او بيسموها كونيكال شيب، مخروطية الشكل. وتب الادلت ويرم دي موجودة في الكرش، لو في ناس منا شغالة في سلخانة او فتحت حيوانات زي ما هنوريكم دلوقتي، بنجد ان الدودة دي تلتصق بجدار الكرش اللي هو الرومن اللي هو الجزء الاول من المعدة المركبة. بنجد حاجات طفيليات حمراء كده زي شكل الكمثرى ولزقة في جدار الكرش اللي هي اسمها بارم فيستومم سيرفاي. البارم فيستومم سيرفاي دي بسموها سكند هوست تريماتود بارازايتس، لان دورة حياة الدودة دي زي بالظبط الفشيولة، تحتاج لوسط انترميديت هوست اللي هو القواقع عشان تكمل في دورة الحياة. بعد كده تطلع الانسيستد ميتا سيركاريا، بتتعلق بالحشائش ويأكلها الحيوان فيبدأ ياخد الإصابة بالعدوى. فدورة الحياة مشابهة تماما للفشيولة، ولذلك أنا نقول برضو نفس الكلام إن المشكلة دي ما هيش موجودة في دول الخليج، لأن ما فيش في بحيرات ولا ترع ولا برك عشان يكتمل السايكل، ولا في قواقع، وبالتالي مش ممكن يبقى موجودة الإصابة بالفشيولة والبارم فيستوما، إلا زي ما قلنا تكون حالات مستوردة أو بيستوردوا بعض الحشائش والنباتات اللي عليها الانسيستد ميتا سيركاريا. البارم فيستوما بسموها دودة الكرش الحمراء لأنها لونها أحمر زي ما انتم شايفينها كده على الشمال، عاملة زي الكمتر كده، وبتبقى لازقة بجدار الكرش، طولها تقريبا 15 ملي، ودي ما بتمثلش خطورة على الحيوان، يعني الأدلت ويرم اللي موجودة في الكرش ما بتعملش مشكلة. أمال المشكلة فين؟ المشكلة في الإماتيور ويرم اللي موجودة في الأمعاء
الحيوان لما بياخد الانسيستد ميتاسيركاريا بتنزل من الكرش على الامعاء وتتحول الى لارفي، واللارفي دي بتبدا، او اللي هو الاماتيور ويرم، بتبدا تاكل في جدار الامعاء وتعمل التهاب معوي شديد، سيفير انترايتس، احيانا نسميه هيموراجيك انترايتس، او احيانا توصل ان هو يعمل نكروتيك انترايتس. فالخطورة هنا في الحديث عن الدودة دي ان هي مشكلة كلها في الاماتيور ويرم اللي موجودة في الامعاء الدقيقة، ديودونم اللي هو الاثنى عشر. الاماتيور ار فاوند ان ذا ديودونم، وتبقى حوالي 1 ل 3 مللي، هي دي اللي بتعمل سيفير ووتري دايريا وتعمل انترايتس وتخلي الحيوان يمنع الاكل ويخس وممكن يموت من الجفاف. لكن لما بتتحول بعد كده تروح على الكرش وتستقر في الكرش بتتحول الى ادلت ويرم، الادلت ويرم ما بتعملش مشكله لا في الرومن ولا في اي خطوره منها. يبقى المشكله هنا في المرض عكس الفشوله، الفشوله كانت المشكله من الادلت ويرم اللي عايشه في القناه الصفراويه وبتعمل انسداد للقناه الصفراويه، بتعمل صفره بتتاثر على الكبد، والادلت ويرم دايما هي المشكله في معظم الديدان ما عدا البرم في السومم. الثور الغير معدي اللي هو الاناتيور ويرم هو ده اللي بيسبب مشكلة النزلة المعوية الشديدة. لذلك زي ما قلنا في بداية المحاضرة إن معظم أدوية الفشيولة لا تؤثر إلا على البرم في استوما، معظم أدوية الطفيلات الداخلية لا تؤثر، لا تعالج حالات البرم في استوما. الألبندازول والليفاميزول والإيفرمكتين والكلام ده كله ما بيشتغلش على الإماتيور ويرم ولا الأماتيور ويرم. امال ايه اللي بيشتغل؟ هنعرفه ان شاء الله في اخر المحاضره. ادي صوره كرش، وفي زي ما شايفين كده الحاجات الحمراء دي هي ديت البرم في ستومم، دي الادلت لازقه كونيكال شيب زي الكمثريه كده لازقه في جدار الكرش. ويمكن في واحده كانت بعتت صوره اوريها لكم برده من كام يوم على الفيسبوك بتسال يعني الكرش ده في خطر ان احنا ناكل اللحمه بتاعته ولا لا. دي ما فيش فيها خطورة، لو احنا شلنا البرم في السومم دي ما فيش فيها مشكلة، لكن وجودها في الكرش دليل ان الحيوان ده عنده برم في السومم. بدل موجودة الادلت هتبقى موجودة الاماتيور ويرم، يبقى الحيوان ده لازم يتعالج ضروري جدا والا يبقى مشكلة كبيرة. دي صورة مكبرة للادلت ويرم، بالظبط شكلها قريب من الفشولة، هي بتبقى مفلطحة والاعضاء الداخلية ظاهرة وبتبقى لازقة في جدار الكرش. دورة الحياة بتاعتها زي ما نذكركم لما اتكلمنا على الفشولة المرة اللي فاتت، ان الحيوان بيبدأ ياكل الانسيستد ميتاسيركاريا اللي هي موجودة على الحشائش وتدخل على الكرش، وبعدين تروح على الامعاء اللي هي الاماتيور ويرم، يعني انسيستد تتحول الى اماتيور ويرم، وبعدين ترجع تمشي. حاجة غريبة سبحان الله، تمشي عكس اتجاه التيار. يعني تخيل انتوا متخيلين معايا الاستومك دايما بعدها الانتستن، سمول انتستن واللارج انتستن، هي موجودة في السمول انتستن، في الكبد بتروح على الليفر، تخترق جدار البطن والبريتون وتطلع على الليفر وتروح على القناة الصفراوية. لكن البرة في السمم هنا تمشي العكس، هي موجودة في الأمعاء الدقيقة ترجع تاني على الكرش اللي هو الرومن وتتحول إلى الأدلت وير. الادلت ويرم تبدا تنزل بيض، البيض ينزل في الفيسز ويتكون فيه الامبريو اللي هو الميراسيديم، وتروح على القوقع يحول الى ميتاسيركاريا، الميتاسيركاريا تطلع تتحوصل تبقى انسيستد ميتاسيركاريا موجود على الحشائش والحيوان يبدا ياكلها. فدوره الحياه برضو تاخد لها حوالي يعني شهرين وكده. عايز اطلع من نقطة مهمة جدا، يعني صعب جدا ان انا اجي عجل عندي عمره شهر عنده اسهال ولا عمره شهرين واقول انه عنده فشولة او برم في استوما، ينفع؟ ينفع ازاي بقى يا اخي يبقى عنده فشولة هو عنده عمره شهرين؟ ده دورة الحياة لوحديها عايزة 3 شهور، وبعدين هو بيرضع يعني لازم يكون بدأ ياكل، لازم يكون اتفطم عشان يبدأ ياكل حشائش ملوثة بالانسيستد ميتاسيركاريا، وتبدأ دورة الحياة تاخد لها شهرين. يعني دايما العدوى والإصابة تكون بعد 3 شهور 4 شهور. لما يجي لنا عجول عندها إسهال شديد زي المية كده زي الحنفية، والعمر العجل بقاله سنه دخل على 3 شهور أو 4 شهور أو 5 شهور،
نبدأ نشك إن دي فشيولة أو برم في الستومة، وهنقول دلوقتي إزاي نفرق بينهم. دي دورة الحياة، هي بتاعة البرم في الستومة. بيصيب الأغنام، بيصيب الماعز، بتصيب البقر، بتصيب الجاموس. يعني عندنا في مصر كان في مستشفى الكلية كانت بتجيلنا حالات كتيرة جدا جاموس، إسهال زي الحنفية كده، وكنا نحلل ونلاقي فيها برم في الستومة، جاموس كبير، وتيجي بقى العجول التسمين وكده. ولابد من وجود قوقع عشان تتم دورة الحياة. مفيش قواقع يبقى خلاص دورة الحياة مش هتتم، زي البلهارسيا كده، لو مفيش قواقع محدش بينزل الترعة، استحمى في ترعة عشان ياخد السيستم الميتا، فدورة الحياة متتمش. وديت من وسائل التحكم، ان احنا ننشف البركة دي او نمنع، نحط في بعض الأدوية في الترع تقتل القواقع دي عشان نمنع تكوين تتم دورة الحياة. بيصيب الغزلان، بتصيب الألمص اللي هو الجمال الصغيرة دي، وبتصيب الإبل برضه. في واحد كان سألني الأسبوع اللي فات عن الفشولة بتيجي للإبل ولا، الفشولة بتيجي للإبل برضه في الأماكن اللي فيها ترع وبحيرات وأنهار. دي عندنا في مصر، بتيجي في الدول الأفريقية، في السودان، في الصومال، لكن في السعودية ما نلاقيش فشولة في الجمال ولا نلاقي برم في الستومة، زي ما قلنا عشان ما فيش ايه برك ومستنقعات، ما بتتمش دورة الحياة. لكن في كتير من الدكاترة ما وجدوا في المسلخ في كبد الإبل فشيولة. فعشان واحد يقول لي ازاي يا دكتور ده الجمل ملوش حصالة صفراوية، بس له قناة صفراوية، قناة صفراوية بتنزل البايل في الأمعاء، وبالتالي اللي هي بتعيش في القناة الصفراوية ما بتعيش في الجول بلادر. يبقى الفشولة والبرم في الستومة بتيجي للإبل أيضا. هنا الخطورة بقى اللي هو الباثوجينيسيس بتاع المرض، خط سير المرض. الخطورة كلها في الإماتيور ويرم، بتعمل التصاق بجدار الأمعاء الدقيقة اللي هي الديودنم، وتعمل التهاب معوي شديد، وممكن يبقى فيه نزيف وفيه نكروزس نخر في جدار الأمعاء. ده الخطورة من الطور الايه الغير بالغ في الأمعاء. يبقى خطورة المرض ده كله من الإماتيور ويرم اللي هي بتدخل على الأمعاء تعمل الالتهاب الشديد ده. ولذلك لازم الدواء اللي أنا أديه يكون بيأثر على الإماتيور ويرم والماتيور الاتنين مع بعض، أموت الدودة الكبيرة وأموت العائل الصغير اللي هو الإماتيور. الحيوان بيبدأ بيمنع الأكل طبعا. هنقول دلوقتي الأعراض، ايه اعراض البرم في الستومم. البرم في الستومم يعني انا كنت بعرفها زي ما بقول كتر ان انا كنت بحلل على حالات في الكليه في ستول اناليسز. كان اول ما الراجل يجيب جاموسه او بقره او عجل ويقول لي يا دكتور، او هو يعمل الحيوان يعمل السهل قدامنا كده، تلاقي نزل حنفيه كده، حنفيه ميه، مثال ريحته كريهه، والحيوان بيمنع الأكل، بيفقد الشهية، بيبقى عطشان. وطبعا لو السال ده بقاله فترة تلاقي الحيوان جاي خاسس وشعره واقف، ويجي الفلاح يقول لك كده، يقول الحيوان ما بيكلش، لو كان بيجيب لبن اللبن بيقل. فأعراض ما هيش تقدر منها تقول إن مجرد أسمعها، لكن العلامة المميزة فيها اللي هي البروفيوز ووتر دايرية، اللي هي الصورة اللي هوريها لكم دي، شوفوا يبقى الدايرية نازلة زي الحنفية كده. دي دايرية، شوف عاملة ازاي، نازلة ممتدة لغاية الأرض، والحيوان يقعد يحزق، وريحة كريحة ساعات يبقى فيه فقاعات هوائية في الفيسز. دي بتبقى حاجة تخليك تشك على طول ان دي برم في ستوم، وما بتستجبش للعلاج. ما الدكتور يقول لك انا اديت سلفة واديت اوكسي تتراسيكلين واديت كل حاجه، والحيوان ايه ممكن يقول لك بيربط يوم ويرجع تاني. ليه؟ لان ما خدش علاج للدوده نفسها اللي هي بتسببها المرض ده. دي حالات غنم، شوف بقى الحيوان بيبدا يخس ايماسيشن وضيريه، وفي المراحل الاخيره من المرض بيعمل بوتول جو. يعني من ضمن الامراض، احنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا على الامراض بيعمل بوتول جو، قلنا الفشيولة والجونز ديسيز والهايبوبروتينيميا
اكتينومايكوزس، ومنها البارامفستوم. ممكن تعمل بوتل جو. البوتل جو يعني ايه؟ تراكم سوائل اسفل الذقن اندر سبكوتينيوس تيشو، تضرب فيه ابره كده ينزل سائل. ليه بقى؟ لان الحيوان بيحصل له هايبوبروتينيميا. تخيل ان الحيوان عنده التهاب شديد في الامعاء، فبينزل الاكل بدون ما يستفيد منه، البروتين والكربوهيدرات كله بينزل في الفيسز، فيبدا الحيوان يحصل له نقص في البروتين، ويبدا يحصل له هايبوبروتينيميا، وبالتالي يزيد الهيدروستاتيك بريشر ويحصل اوديما. طيب ازاي نشخص حالة بارم في السومياس؟ التشخيص يعني هيبقى متشابه مع كل مرض بنتكلم عليه في الطفيليات، ان ضروري يكون انا عندي ميكروسكوب واعمل ستول اناليسز، وسهل جدا ان انا اتعرف على الايدج بتاعت البارم في السومم، وهنشوفها دلوقتي ازاي افرق بينها وبين الايدج بتاعت الفشيولة. لكن من الاول حاجه من الايه، كيس هيستوري. الراجل بيجي يقول لي الحيوان ده بقى له كام يوم يسهل، واكلته قلت، وكان اللبن قل، والحاجات دي الاعراض الاساسيه. لوس في الابيتايت، بروفيوز وتري دايريا، وانيميا. الحيوان بيدخل برضه في فقر دم نتيجه ان مفيش غذاء، كل ما ياكل او هو اصلا اكله قل كده، فبيدخل في انيميا. تالت حاجة مهمة جدا، ودي قلناها في محاضرة النزلات المعوية، إن أول حاجة لما الحيوان يكون عنده إسهال آخد درجة الحرارة. آخد درجة الحرارة، ما ينفعش إن أنا أشخص حالة بدون ما آخد الحرارة، لأن الحرارة هنا بتديني اتجاهين، إما الحرارة تكون بنورمال، وإما الحرارة تبقى عالية، وأحيانا تبقى سب نورمال. لكن خلينا في النورمال والهايف تمبريتشر. لما اخد الحراره، عندي الحراره لقيتها، لو عندي بقره مثلا او جاموسه النورمال 38 ونص، لقيت الحراره نورمال 38 ونص، مفيش فيه فيفر، يبقى عندي احتمالين: اما الاسهال ده ناتج من دايتاتيك، مشكله في الاكل، العليقه، برسيم معفن، برسيم مندي عليه مطر، اكل معفن في فانجس او اي حاجه، ده يعمل دايريه، بيسموه دايتاتيك دايريه، او يكون عنده طفيليات داخليه، فشيولا، بارم في ستومم، اوفوسجوستومم، سترونجيلاس، اسكاريس، نيماتودايرس، هنتكلم عن الحاجات دي ان شاء الله كلها. كل ده بيعمل اسهال. يبقى انا طيب عايز ازاي افرق، اعرف اذا كانت دي دايتاتيك ولا بارازيتيك؟ الحل ان انا اخد عينه وافحصها تحت الميكروسكوب. طب لو الاحتمال الثاني ان لقيت الحراره عاليه، حراره 40 وفي اسهال شديد، يبقى عندي احتمالين: اما يكون مرض فيروسي، وعندنا الامراض الفيروسيه اللي بتعمل اسهالات كنا عملنا عليها محاضره، او مرض بكتيري، واهمهم في البكتيري اللي هو السلمونيلا. لو الحيوانات كبيره فوق شهرين يبقى السلمونيلا، لكن لو اقل من شهر، اتكلمنا احنا حوالي 4 محاضرات عن النزلات المعويه في العجول، البكتيريا الانترايتس والفيرال انترايتس، اللي ممكن بننزلهم على التليجرام على طول، لو حد عايزهم ننزلهم تاني مره. البكتيريا بقى عندنا اتكلمنا على الايكولاي، واتكلمنا على السالمونيلا، اتكلمنا على الكريبتوسبريديا كبروتوزوا تعمل اسهال في العجول الصغيره، الكوكسيديا تعمل اسهال مدمم، الفيروس بقى بيباين فيرال دايريه والحاجات دي، ده كله يعمل حراره مع اسهال. لكن الامراض اللي انا بقولها دي كلها بتبقى في الاعمار الصغيره اللي هي عمر شهر او شهرين. لكن دايما قلنا البرم في استومم والفشوله بيجوا بعد 3 شهور 4 شهور. طب لما اجي احط، انا هاخد عينه من البراز ان شاء الله، نبقى نعمل محاضره عن ازاي نحلل عليه حاله الفيكال اناليسيس. خدنا عينه وعملها سنتريفيوجيشن، حطيت عليها شويه ميه، خدت حته فيسز في انبوبه حطيت عليها شويه ميه ودورتها في السنتريفيوج، وناخد نكب السوبر ناتت وناخد السيدمنت. السيدمنت ده احط عليه نقطه من الميسيلين بلو، نقطه من ايه يا جماعه؟ من الميسيلين بلو، وابدا افحص تحت الميكروسكوب. الميسيلين بلو لو هي فشوله بلونها باللون ده الاصفر ده، تظهر كده، دي فشوله اهي مميزه جدا، عامله زي الليمونه، لها اوبركلم من ناحيتين، ومفيش دو مفيش اج تاني تتشابه معاها.
الفشيوله. بينما البرم في استومم رغم ان انا حطيت ميسيلين بلو بيداني لونها كالرلس، ده البرم في استومم. يبقى الجنين مالي الايج اللي هو يبقى بعد كده سيركاريا، وهنا برضو مالي الايج. بينما النيماتود لما نيجي نشرح ان شاء الله النيماتود دايما الامبريو يبقى في مسافه بين الامبريو وبين جدار الايه البيضه. دول اهم اثنين وبيعملوا مرضين خطيرين اللي هم الفاشيولياسيس والبرم في استومياسيس. بنعرفها من تحت الميكروسكوب، بنحط نقطة ميسيلين بلو على السيدمنت بيلون البيضة بتاعت الفشولة باللون الأصفر لأن هي عايشة في القناة الصفراوية، وتبنها البرم في ستومم كلرلس بدون أن تتلون. دي مهمة جدا يا جماعة، يعني الحمد لله دكاترة كتير جدا دلوقتي في العيادات بتاعتهم بيجيبوا ميكروسكوب وبيشتغلوا. ماشي يا دكتور إلياس من الجزائر، بتوع الجزائر شغالين كويس، وبتوع وعمان برضو ودول الخليج ومصر. نتمنى كده الدكاترة يكون عنده معمل صغير في على الأقل، تعمل ستول أناليسز، تعمل بلاد فيلم، تعمل اختبار بروسيلا، حاجات بسيطة ومش مكلفة، مش محتاجة يعني فلوس كتير. ماكروسكوبيك الإكزام. لو حالة ماتت بقى إن أنا بشوف في الكرش، بشوف في الكرش الدودة موجودة اللي احنا وريناها لكم شوية، وممكن نعمل اختبار البي سي ار اللي نشوف الانتي بودي بتاع البرم في استومم، ده تشخيص تاكيدي. طب التشخيص التفريقي بقى، احنا دايما المشكله عندنا طب ايه يا دكتور برم في استومم ممكن تكون ايه تاني؟ طب نيجي بقى هنا زي ما قلنا عندنا عجول عمرها او بقري او جمسي عمرها اكتر من 3 شهور، او غنم عمرها اكتر من 3 شهور والحراره طبيعيه، ايه اللي ممكن يعمل اسهال في الفتره دي؟ الكوكسيديا، بس كوكسيديا يبقى لون البراز نازل ايه مدمم، او تكون العجول دي لسه مفطومه وبتاكل برسيم او والبرسيم ده مندي او حاجه وعمل اسهال. لو وقفنا البرسيم الاسهال هيقف، او تكون فشيوله او برم في استوما. اذا لم يتوقف الاسهال يبقى دي فشيوله او برم في استوما. الفشيوله بيكون اسهال بس يبقى ايه لون الحنه، عارفين الحنه، ويبقى متقطع سال بسيط يعني يجي شويه ويقف شويه. لكن البرم في السومن بيكون السال شديد زي الحنفيه ويندفع بشده ولونه زي الملوخيه، لون الملوخيه اكيد كلكم عارفين الملوخيه المصريه، يبقى البراز نازل لونه زي الملوخيه كده وفي فقاقيع هواء ويبقى عامل زي الحنفيه متصل بالارض مع تحزيق او تخوير. تلاقي يقول لك احيانا بخور عمال يفتح الريكتم كده ويقفله. ممكن يكون نقص نحاس، نقص نحاس دي تيجي الصوف كده تشيل يتشده يطلع معاك وتلاقي حوالين العين زي النضاره كده مناطق ان بيجمنتد سكين حوالين عين الحيوان في الغنم، وان شاء الله نبقى نشرح الامراض بالنقص الغذائي. تلاقي كده في منطقه مش فيها الميلانين ومش واخده صبغه الميلانين زي كانه لابس نضاره، دي من علامات نقص النحاس اللي تعمل السال برضو. يبقى دي اخطر مشاكل تعمل السال في الاعمار الكبيره، كوكسيديا، فشولة والبرم في استومم، والجاستروسانال نيماتود، ونقص النحاس. وبعد كده هسهل لك اول لما اجي اقول لك بقى طب ما انا اجي ادي علاج اروح مدي برود سبيكترم انسلمنتك وادي حاجه للفشولة والبرم في استومم مع بعض وادي نحاس يبقى عشان اغطي كل حاجه لو انا ما بحللش او ما عنديش فرصه ان انا احلل او اعرف المسبب الرئيسي، هغطي كل الحاجات دي. طب ازاي افرق بين الفشيوله والبرم في استومم؟ الدائريه زي ما قلنا في الفشيوله بتبقى قليله وانترميتنت بينما هي سيفير. شهيه الحيوان بتبقى ضعيفه في الفشيوله لكن هنا بتبقى كومبليت لوس في الابيتايت، بيمنع الاكل تماما. الغشاء المخاطي للعين وللفاجينا بيبقى اصفر في الفشيوله بينما هنا نورمال. لو عملنا فيك الاكزام هنشوف هنا الفشوله ايج ونشوف هنا البرم في استومم ايج. الدوده الكبيره بتبقى موجوده في البايل داكت في الليفر الفشوله بينما هنا بتبقى موجوده في الرومن في الكرش. العلاج بقى، العلاج ده اللي هنتكلم عنه بتفصيل كمان شويه، بس ده بلا الفشوله تستجيب للاوكسي سايكلوزانايد والادويه الثانيه بقى اللي قلناها كلوروسون والرافوكسانيد و أدوية كثيرة جدا اللي اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات كلها بتأثر على الفشولة، بينما ده لا يستجيب إلا فقط لهذا الدواء
اوكزي سايكلوزانايد، وهنقوله دلوقتي بالتفصيل. وفي دواء تاني كده برضو مع، يبقى ده الميزة هنا لما هنتكلم عنها في العلاج إن شاء الله، إزاي نفرق بين البرامفستوما وبين السالمونيلا ومرض جون. دول من الأمراض اللي تعمل إسهال مزمن في الأبقار والجاموس والإبل والغنم، وإسهال مزمن وخطير، وممكن الحيوان يضعف 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 ويموت بعد كده، اللي هم البرامفستوما والسالمونيلا ومرض جون. والسالمونيلا ومرض جون ما يعملوش حرارة عالية، لأنه كورونيك سالمونيلوسيس، ولا البرامفستوما بتعمل حرارة ولا مرض جون بيعمل حرارة، لأنه أمراض مزمنة. طيب نفرق بينهم، نمسك السالمونيلا. دايما الحيوان يجي له التعب فجأة، كان يبقى سليم كده وفجأة يمنع الأكل ويجي له إسهال شديد وحرارة عالية. في بداية السالمونيلا بيبقى فيه حرارة عالية، وفاول سميلينج دايريا، ريحة الفيسز كريهة جدا. والأعراض بتبقى ممكن مايلد تو سيفير، ودايما الحالات يحصل لها أبورشن. دايما السالمونيلا من الأسباب اللي تعمل أبورشن للحوامل. يبقى لو كانت أكيوت سالمونيلا تعمل حرارة عالية مع إسهال مع أبورشن، بينما في البارنفستوما ما بتعملش الكلام ده، ما بتعملش أبورشن، ما بتعملش حرارة، بس تبقى سيفير ووتر دايري. طب جون ديسيز بقى، ده مرض خطير ومتعب ملوش علاج، شفناه في الإبل كتير هنا في السعودية. الجونز ديسيز من عيلة المايكرو بكتيريا، يعني زي السل كده، ويعمل برضه أكيوت انترميتن دايرية. والدايرية بقى ممكن تقعد شهر شهرين 3 شهور، وتخف شوية وترجع تاني، تخف وترجع. فالحيوان يبدأ ينزل في الوزن، ما عادش يجيب لبن، وممكن يخف ويحصل له ستريس فاكتور، اي ستريس فاكتور، ويروح راجع تاني بسهال شديد، وتنتهي ان الحيوان يحصل له ريكومبنسي ويعمل له يعمل بوتل جو ويموت بعد كده. زي الحاله دي، هي بوتل جو، دي حاله جونز ديسيز في بقره فيها بوتل جو. والمشكله ان الجونز بينقل الامراض للابقار اللي معاه، لانه نزل في الفيسز ياخدوا الانفكشن للابقار التانيه، فده مرض خطير جدا. المفروض اللي اشخصه واعدم الحاله دي اتخلص منها، مرض جونز ديسيز. طيب نيجي بقى للعلاج، وجه هنا ان احنا نقول لكم صلوا على رسول الله، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عاشوراء. الناس اللي صاموا النهارده ربنا تقبل منهم جميعا، وتقبل منا شهر محرم من الشهور المعظمه المحرمه عند الله سبحانه وتعالى، يستحب كثره الصيام فيها. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: افضل الصيام بعد رمضان صيام في شهر الله المحرم. واحنا جايين الايام البيض ان شاء الله، يوم الخميس والجمعه والسبت اللي جايين. العلاج مش هنتكلم كتير قوي، لان هو دواء واحد، لكن انا عايز اركز عليه قوي. ويا ريت كل الدكاتره اللي قاعدين معانا يكتبوا اسمه في ورقه ويحفظوه، لانه هو ده الوحيد اللي بيأثر على البرامفستوم. طبعا حاله السال بنسميه مين لاين اوف تريتمنت. عندي اسهال، وعندي التهاب شديد في الامعاء، وعندي ممكن يحصل سكند انفكشن ببكتيريا، لان لما جدار الامعاء يحصل له التهاب بيدخل ميكروبات موجوده طبيعي في الانتستين زي السالمونيلا والايكولاي والكولستريديا والحاجات دي، وعندي مشكله الدوده اللي هي الاماتيور ويرم اللي موجوده في الامعاء، والادلت ويرم اللي موجوده في الايه في الرومن. فيبقى عندي 5 نقاط مهمه. ان الحيوان بيموت من ايه؟ حيوان لو جاله اسهال شديد مده طويله بيموت من الجفاف، فلازم ادي فلويد ثيرابي. وبعدين حركه الامعاء تبقى تقلصات شديده جدا، والحيوان عمال يحزق وفي التهاب شديد، فادي حقنه تهدي حركه الامعاء، انتي سبازموديك زي الاتروبين او البسكوبان. وبعدين بيبقى فيه التهاب شديد، فبدي انتي انفلاماتوري، نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. وبعد كده عايز ادي حاجه تغلف جدار الامعاء تحميه من الدوده دي اللي عمال تاكل في جدار الامعاء، فبدي حاجه اسمها انتستاينال استرينجنت اند كوتينج. هنقول الاول الملخص ونشرح تاني بعد كده بالتفصيل. وبندي انتي بايوتيك اورالي عشان السكند انفكشن، بعد كده ادي الانتي بارازيتيك دراج. حطيته رقم 5،
لان الاربع حاجات دول مهمين جدا، زي ما هتدي الدواء بتاع البارافستومام مهم جدا ان انا ادي الحاجات دي كلها. ممكن ادي دواء للبارافستومام بس الحيوان يكون خلص مني من الجفاف او حصل له سكند انفكشن وحصل له مشاكل تانية. الفلويد ثيرابي هنا دايما بنبدا بسلاين وبعدين رينجر، والكمية بتعتمد على درجة الجفاف، وكنا عملنا محاضرة أو محاضرتين عن الجفاف في العجول وشرحنا الكلام ده بالتفصيل. يعني لو يعني عجل مثلا وزنه 100 كيلو ولا 150 كيلو وأشوف درجة الجفاف كام، هي 1 بلس ولا 2 بلس ولا 3 بلس، 8% 10% بدي، يعني ياخد له حوالي 2 لتر 3 لتر صباحي ومسائي. يعني دي سهلة تقديري كده، إن أنت تدي محاليل تشد جلد الرقبة كده وتشوف درجة الجفاف، وتفتح العين تشوف العين سمكن اي ولا لا، العين غايرة جوه ولا لا، وبناء عليها حدد اذا كان محتاج محاليل ولا مش محتاج. تاني حاجة الانتيس بازمودك هنا مهمة جدا، وده الكلام ده في جميع حالات الدايرية يا جماعة، ان انا ادي انتيس بازمودك اتروبين او بسكوبان، الاثنين كويسين، بس لازم احسب الجرعة كويس، لان لو اديت اتروبين كمية كبيرة هيعمل امساك شديد وده ويعمل انتفاخ للكرش ويدخلنا في مشاكل تانية. فجرعة الاتروبين 1 مللي لل100 كيلو، او هنا كاتبينها نص مللي ل40 كيلو، ده صح، نص مللي ل40 او 1 مللي لل100، او ادي بسكوبان بشري او بيطري. وعرفنا ليه الهدف منه ايه، ان هيهدي الحركة الدودية بتاعة الامعاء نتيجة التهاب الشديد اللي من ناتج من الاماتيور ويرم بتاع البارافستومم اللي عمال تاكل في جدار الامعاء وعملت هيموراجيك انترايتس ونكروتيك انترايتس. تالت حاجة بدي حاجة تغلف جدار الأمعاء زي التانيك أسيد، حمض التانيك، والبكتين والكوالين، ده موجود دلوقتي مركبات بيطر كتيرة ممكن أنا أستخدمها أورالي. التانيك أسيد 10 جرام للمية كيلو، والبكتين والكوالين بديها حسب ما مكتوب على الجرعة حسب وزن الحيوان. بدي اورال انتي بايوتيك رغم ان المسبب هنا طفيليه، لكن بديه احتياطي لمنع السكند انفكشن العدوى الثانويه. وافضل مضادات حيويه تتاخد اورالي في حالات الاسهالات اللي هي الاوكسي تترا سيركلين بودره او اقراص، او السلفه مع ترايميسوبريم. دول مهمين جدا ونتائجهم ممتازه، واشتغلت بيهم كتير في حالات الاسهالات اللي هو الديتاتيك دايريا والبارازيتيك دايريا، حتى الانفكشوس دايريا ممكن نديها، بس في الانفكشوس في حراره بنضطر نحقن بقى، نحقن وندي اورالي وندي حقن سلفا جوانيدي سلفا مع ترايميسوبريم حقن، او ندي نوفلور او الحاجات دي، دي لما يكون في حراره. نيجي بقى للانتي بارازيتيك دراج. انتي بارازيتيك دراج ايه هو الادويه؟ انا قعدت بقالي كام يوم ادور على ادويه يقولوا لي ان هي بتشتغل على البارافستومم، ما لقيتش كلهم اكدوا، وكتبتها هنا كقاعده هامه دي ناقلها من بحث بيقول ايه بقى. اونلي وان فلوكيسايد، اونلي وان اللي هو اوكسي كلوزانايت هاز ريبورتد اكتيفلي اكتيفيتي اجينست ادلت اند اماتيور رومن وفلوك. مركزين معانا يا جماعه؟ الدواء الوحيد الذي يجيب نتيجه على البارافيستومم هو المادة الفعالة اللي هي الأوكسي كلوزانايد، هي تبع عيلة اسمها السلسلايت جروب. إن شاء الله هنبقى نشرح الأنسلمنتك دي كاملة في محاضرة أنواعها وكده. إحنا عندنا في عيلة اللي هي على رأسها الليفاميزول وأمثالها، في عيلة اللي هي عيلة الألبندازول، وفي عيلة اسمها اللي على رأسها الأيفرمكتين والديكتومكتين والحاجات دي، وفي عيلة اللي هي فيها الاوكسي كلوزانايد. بس مش كل العيله تشتغل على البارافستومم، اونلي الماده الفعاله اللي هي الاوكسي سايكلوزانايد. نحفظها مع بعض، اوكسي سايكلوزانايد. طيب الدواء ده موجود، الاوكسي سايكلوزانايد موجود فين وايه الشركات اللي عاملاه واسمه ايه؟ هو طبعا تبع عيله اللي هو سلسي سالانايد انسلمنتكس، ويستخدم للتريتمنت والكنترول للفشوله والبارافستومم. ودي ميزه بقى ان الدواء ده بيشتغل على الاثنين، يعني معظم ادويه الفشوله لا تؤتي نتيجه مع البارافستومم الا هذا الدواء فقط، اوكسي كلوزانايد بيشتغل على الفشوله بس على الادلت ويرم فقط،
اشتغلش على الاماتيور ويرم، بينما في البرم في استومن بيشتغل على الماتيور والاماتيور ويرم. طريقة عمله ان هو بيمنع الاكسيديتيف فوسفوريليشن اللي في الدودة فبيموتها. طب بيتاخد الدواء ده اورال درينش، ممكن يكون بودرة او كراس اللي هو الاوكسي كلوزانايت، بيتاخد نوريكو دلوقتي الجراكن كده موجودة في بعض الشركات بتعمله مع ليفاميزول، بتضيف معاه ليفاميزول، ده برود سبيكترم انسلمنتك ليفاميزول، ان شاء الله نتكلم عنه بعد كده. في بعض الشركات بتضيفه مع الاوكسي فيندازول، في بعض الشركات بتضيف الدواء ده مع الالبندازول. لكن لو ما فيش الدواء ده موجود، لا الالبندازول يجيب نتيجه ولا الليفاميزول يجيب نتيجه ولا الايفرمكتين يجيب نتيجه ولا الكلوروسولون يجيب نتيجه، لازم الماده الفعاله دي يعني الاوكسي كلوزانايد. دي موجوده بقى شركه ام اس دي اللي هي ميريك شارب منزله تحت اسم زنايل، مشهور في مصر، كنا دايما وفي الكتب بتاعتي كاتبه الزنايل ده دواء فلوك درينش، هو يشتغل على الفشوله ويشتغل على البرم في استومم. البرم في استومم هو اسمه زنايل بالعربي. وفي دواء تاني منزله شركه تانيه اسمه دو فيستوم، اهو دواء ده دو فيستوم تقريبا بتاع شركه سيفا، دو فيستوم زي الزنايل بس هو نفس الماده الفعاله اللي هو الاوكسي كلوزانايد 20 ملي جرام للكيلو، وبنكرره بعد 72 ساعه عشان يشتغل على الادلت والاماتيور ويرم. دول الدوايين اللي موجودين في الشركات، نزلها شركات اجنبيه، الزنايل والدوف ديفستوم دوفستوم بتاع شركه سيفا، هي نفس الماده الفعاله. الجرعه بتاعته بيتاخد في الكاتل 10 مللي جرام لكل كيلو جرام، يعني تقريبا 3 مللي لل 10 كيلو، يعني 30 مللي لل 100 كيلو، يعني لو بقره 500 كيلو قدها كام؟ 150 مللي. الغنم بيتاخد 15 مللي جرام اوكسي كلوزانايد للكيلو، يعني كام؟ يعني 4.5 مللي ل 10. لازم اقرا يا جماعه الجرعه، لان لو جرعه الديدان زادت بتعمل تسمم وممكن تموت الحيوان، فنبقى نقول ايه الادويه اللي بتعمل تسمم نتيجه للاوفر دوز بتاع الدواء. فمهم جدا اقرا الروشته المكتوبه او على العلبه الجرعه بتاعت الحيوان كام بالظبط، واحسب وزن الحيوان واطلع الجرعه المظبوطه. وكرره بعد 72 ساعة. في أدوية شركات منزلاها تابلت، ده عاملة إيه بقى؟ أوكسي كلوزانايد مع أبامكتين، أبامكتين اللي هو عيلة الأيفرمكتين. ده بقى بيشتغل إيه الميزة فيه؟ إنه اشتغل على البرم في استوما وعلى النيماتود وعلى بعض أنواع من الـ ده اسمه اوكسي كلوزانايد مع ابامكتين. اوكسي كلوزانايد 50 تابلت مع ابامكتين، واستخدم في الكلاب والقطط برضه. في دواء تاني لقيته بس معرفش ده موجود في دول الخليج ولا في مصر ولا ايه، اسمه لينتكس. ده برضه الميزه في الدواء ده انا قريت عليه ابحاث كتيره، قالوا ان هو نسبه ان هو يموت الاماتيور ويرم 99%، يعني اقوى من الدواء اللي قبليه ده، اقوى من السايكلوزانايد الاوكسي كلوزانايد ده، الدواء ده اقوى منه لينتكس، لانه بيشتغل على الاماتيور ويرم بيموتها، ودي يهمني ان انا اموت الاماتيور ويرم، هي دي اللي عامله السهل وعامله المشكله دي. اللينتكس ده تبع عيله اسمها كلورو سايكلوماميد، وما اعرفش انا لو في حد من الدكاتره اللي بيتابعوني الدواء ده موجود عنده على في الصيدليه بتاعته يقول لنا، اما مش موجود يبقى ده موجود بقى فقط لان جايبه من على النت، ممكن يكون موجود بره مش موجود عندنا. لينتكس والجرعه بتاعته 1 مللي لل 4 كيلو اورالي. في دواء ثالث بس ده ما بشجعش ان احنا نستخدمه، لان ده ماده اسمها الكربون تترا كلورايد، كان دايما يدرسوا لنا في الفارما يقولوا لنا كربون تترا كلورايد ده توكسيك، خطر جدا على الحيوان. اسمه فريون برضو، ده جايبه من على النت، اسمه فريون، يقول لك بيشتغل على البرم في استوما. ده بحث واحد عامله على الجاموس،
انه ضاف مادتين مع بعض اللي هو الاوكسيكلوزانايد وضاف معاها النيكلوزاميد في الجاموس. اظهرت النتائج المتحصل عليها ان الاعطاء المشترك للاوكسيكلوزايد والنيكلوزاميد اللي هو بتاع الفشوله ادى الى تحسين اكثر الاثار السلبيه المرتبطه بعدوى البرم في الستومم، وانعكس بشكل كبير على انخفاض عدد البيض لكل جرام والاجهاد التاكسدي وتحسين الملامح الكيميائيه الحيويه والدم. فممكن اناني بس اهم حاجه الماده تكون دي موجوده اللي هي الاوكسيكلوزانايد، ممكن يضيف معاها نيكلوزاميد، يضيف معاها ايفرمكتين. لو انت بقى كلام بقى يعني ملخص الملخص، انت عايز تدي دواء يريحك ويخلص على كل الديدان الموجوده في الجسم، يبقى ادي حاجه تشتغل على البرم في الاستومم والفشيوله والجاستروسينال نيماتود. اما تدي الاوكسيكلوزانايد ده وتدي معاه ليفاميزول، او تدي معاه البندازول، او تدي معاه ايفرمكتين. يبقى كده غطيت اللانج ويرم والاسكاريس والسترنجيلس والنماتودايرس والفاشيولا والبارم في ستومه، لان الايفوميك سوبر والحاجات التانية دي كلها ما بتشتغلش على البارم في ستومه. شفتوا بقى هنا دي النقطة الخطيرة، ان الدكاترة ما بتعالجش صح، لان عندنا دودة خطيرة موجودة بكثرة في مصر ودول السودان ودول اللي فيها البحيرات والانهار، اللي هي دودة البرم في ستومم تعمل خسائر اقتصادية ضخمة ووفيات عالية. الكنترول دايما ان انا امنع البحيرات والجفافة الموجودة للحيوانات بترعى حوالينها، بعمل اسلاك شائكة حوالين الحيوانات عشان ما ترعاش في اماكن فيها اصابة، واستخدم مياه نظيفة، واعالج الديدان الموجودة. وجزاكم الله خيرا، وان شاء الله مع الايه الاسئله والاجابه. اغلب الدكتور، نرحب بالدكتور محمد بدر وجميع الزملاء. نبدا بقى نجاوب على الاسئله. دكتور عبد الرحمن، ملاحظه بناء متابعة مع عملية للتشخيص البرم في السمم، لابد بتكلم كلام الدكتور أبو عبد الرحمن، شغال في معمل تحاليل في وزارة الزراعة السعودية، فبقول إن أنا ممكن أعمل عينة براز ويطلع نيجاتيف، فبقول لازم أعمل فحص ثلاث عينات روس على ثلاث أيام متتالية، واستخدم طريقة التعويم والترسيب في تجهيز العينة. بارك الله فيك يا دكتور أبو عبد الرحمن. لو انا اعتمد على التحليل، مش اول ما اعمل تحليل او العينه طلعت نيجاتيف اقول ما فيش برم في السمم، لا، ده بيقول لي اشتغل على ثلاث ايام متتاليه واستخدم طريقه التعويم والترسيب، ودول ان شاء الله نبقى نشرحهم في محاضره ازاي بنحلل البراز. محاضرة واضحة يعني، الحمد لله. طب حد يكتب لي كده يقول لي ايه المادة الفعالة اللي طلعنا بيها النهاردة اللي بتأثر على البرم في ستوما. دكتور بحيري اكتب لي كده على قول لي ايه هي المادة اللي احنا هنطلع بيها النهاردة اللي هي أهم حاجة تشتغل البرم في ستوما. وأعراض البرم في ستوما من الإسهال اللي زي الحنفية، اللي شكل الملوخية، اللي ريحته وحشة وما بيتوقفش بأي علاج. ده علامة من المميزة، ما بيجيش قبل 3 شهور أو 4 شهور. نرحب بالدكاترة من سوريا ومن الجزائر ومن العراق ومصر وعمان وجميع الدول. أيوة الدكتور أحمد فتحي جزاه الله خيرا، الأوكسي كلوزانايد هي المادة الفعالة. الدكتور محمد اتكلم على اللينتكس، بارك الله فيك، دول فعلا أفضل دوايين. اللينتكس اللي هو بيشتغل على الإماتيور، بارك الله فيك دكتور منصور. طيب الاوكسيكلوزانايد ميزته انه يا جماعه بيشتغل على الفشوله بس ادلت ويرم بس، فلازم اكرره تاني عشان يشتغل على عشان يكون الاماتيور تحولت لماتيور ويموتها. بينما اللينتكس بيشتغل على الاماتيور وعلى الماتيور برضه. اوكسيكلوزانايد
تمام، بسم الله ما شاء الله. دكتور علاء، انت كده يعني واضح ان انتوا كنتم مصحصحين معايا، وربنا يبارك فيكم وتعلمنا منكم، وان شاء الله المحاضرة الجاية تكون محاضرة مهمة جدا استكمالا لموضوع طفيليات الداخلية وخطورتها على صحة الحيوان. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.